من واحات النخيل بالجنوب الجزائري إلى هاته الوحدة بمدينة بسكرة جنوب شرق البلاد، يصل التمر الفاسد الذي لا يصلح لشيء ليتحول إلى كحول جراحي ذو جودة عالية عقب استخلاص مادة الإيثانول، وذلك بعد تخميرها وتقطيرها واستخلاص غازات تتحول إلى مادة سائلة تدعى الإيثانول، ليتم بعدها التحويل إلى ورش لإنتاج الكحول الجراحية والمعقمات ومواد أخرى، تمرر كلها إلى مخبر لتحديد الخصائص والجودة. من بقايا التمر نخرج مادة الإيثانول، ومادة الإيثانول هي المادة الأولية اللي صنع كل المواد شبه طبية، المعقمات، كحول طبي، وأيضا بعض المواد وريبوماد وكلش. ممكن المشاهد الكريم يقول احنا التمر غالي وانتم ديروا به الإيثانول، احنا نهضروا بالتمر الفاسد المتعفن ما عندوش قيمة مالية في السوق، صافي غذائية، لأن لا كما يقولوا غير قابل للاستهلاك البشري أو أيضا الحيواني. دوك النقطة نحطوا على كلمة الحيواني، الآن نديروا بالصنف الثالث والرابع، هذاك خرجوا منه سكر التمر ومربى وعسل التمر، والأصناف المتعفنة والفاسدة وغير قابل للاستهلاك البشري والحيواني هذاك نخرجوا منه الإيثانول بعد استخراج مادة السكر، ومن بعد لا باسيليزاسيون توقع نعقموا هذا السائل، ومن بعد مباشرة يوقع لا فيلتراسيون تاعو، مباشرة يروح للتكثيف نكثفوه باش نحولوا الماء الزايد، ومن بعد يروح لفرمونتير هو التخمير 72 ساعة، ومن بعد يروح لا ديستيلاسيون التقطير، وتخرج الإيثانول 96 تركيز 96%.